مساء الخير. اليوم الخميس 19 آب 2021، سحب جديد ناطركم مع اليانصيب الوطني اللبناني مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. مثل ما بتعرفوا، جائزة كبرى أسبوعية قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية. بختام صحباتنا بنعرف شو هو الرقم الرابح. بالبداية اسمحوا لي رحب بمدير اليانصيب الأستاذ رضوان غانم يلي موجود معنا بالاستوديو. مساء الخير. مساء النور، اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. قبل ما نبدا رح نقوم بدوره تجريبيه على الدواليب مع الصبايا من بيت اليتيم الدرز بعبي. البداية رح تكون لليلة بالإصدار العادي رقم 31 مع جوائز الغلافات. سحبين لها الجائزة على الدواليب الثلاثة وجوائز عدد 20. السحب الأول. كل غلاف بينتهي بالرقم 533 بيربح 100,000 ليرة. سحب ثاني. كل غلاف بينتهي بالرقم 986 بيربح ايضا 100,000 ليرة. من جوائز الغلافات بننتقل للجوائز العادية، والبداية مع جائزة 5,000 ليرة. سحب واحد على دوليب واحد والجوائز عددها 10,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم واحد ربحت 5,000 ليرة. نبرم دولابين هالمرة على جائزة إضافية قيمتها 10,000 ليرة لبنانية والجوائز عددها 1000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 43 ربحت 10,000 ليرة. سحبين جديد لجائزة 20,000 ليرة، هالمرة بنشوفهم معكم صبايا على الدواليب الثلاثة والجوائز عددها 200. السحب الأول. كل ورقة بتنتهي بالرقم 861 ربحت 20,000 ليرة. سحب جديد. كل ورقة بتنتهي بالرقم 844 بتربح 20,000. ثلاث سحوبات جديد رح نشوفهم معكم صبايا على الدواليب الأربعة، إنما لجائزة 30,000 ليرة والجوائز عددها 30. تفضل. أول سحب لجائزة 30,000 بروح للورقة يلي بتحمل الرقم 8719. سحب إضافي. نعم. بالرقم. تنتهي بالرقم 8719. سحب إضافي. الورقة اللي بتنتهي بالرقم 2908 بتربح 30,000. آخر سحب لهالجائزة.
الرقم الرابح لجائزة 30,000 هو 8119. صبايا كمان مرة بدي اعزبكم نبرم الدواليب الأربعة لجائزة 40,000 هالمرة، والجوائز عددها 10. كل ورقة بتحمل الرقم 2851 بتربح، تنتهي بالرقم 2851 بتربح 40,000 ليرة. صار الوقت نشوف الأرقام الرابحة لجائزة 50,000 بثلاث سحوبات جديد، والجوائز عددها 30. تفضلوا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 9176 بتربح 50,000. سحب تاني. كل ورقة بتنتهي بالرقم 1196 ربحت 50,000 ليرة. آخر سحب لهالجائزة. كل ورقة بتنتهي بالرقم 0325 ربحت 50,000 ليرة. صار الوقت نشوف سوا الأرقام الرابحة لجائزة 100,000 ليرة لبنانية، والجوائز كمان مرة عددها 30. ثلاث سحوبات معكم صبايا. كل ورقة بتنتهي بالرقم 2251 ربحت 100,000 ليرة. سحب إضافي. كل ورقة بتنتهي بالرقم 2767 ربحت 100,000 ليرة. آخر سحب لجائزة 100,000. كل ورقة بتنتهي بالرقم 4986 بتربح 100,000 ليرة. متابعين بسحوباتنا لليوم الخميس 19 آب 2021 بالإصدار العادي 31 مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان وبإشراف أو تحت إشراف مدير يانصيب الأستاذ رضوان غانم. مشكور لوجودك. وصلنا نحن وياكم مشاهدين على جائزة 500,000 ليرة، أربع صحوبات لهالجائزة على الدواليب الخمسة، الجوائز عددها أربعة، أما الطرد قيمتها 5,000 ليرة، أول سحب. كل ورقة بتحمل الرقم 25,736 بتربح 500,000 ليرة. سحب إضافي. كل ورقة بتحمل الرقم 14,238 بتربح أيضا 500,000 ليرة. ثالث سحب لهالجائزة.
كل ورقة بتحمل الرقم 15448 ربحت 500,000 ليرة. سحب رابع وأخير لجائزة 500,000. الورقة بتحمل الرقم 21534 بتربح 500,000 ليرة، وترضية هالجائزة قيمتها 5,000 ليرة لبنانية. ثلاث سحبات جديد لجائزة إضافية قيمتها 1,000,000 ليرة لبنانية، وترضية هالجائزة قيمتها 10,000. أول سحب معكم صبايا. كل ورقة بتحمل الرقم 27612 ربحت 1,000,000 ليرة. سحب تاني. كل ورقة بتحمل الرقم 11210 بتربح 1,000,000. آخر سحب لجائزة 1,000,000 ليرة. كل ورقة بتحمل الرقم 70992 بتربح 1,000,000 ليرة، وترضية الجائزة قيمتها 10,000. شو هو الرقم الرابح لجائزة 1,000,000 ليرة؟ بنشوف على الدواليب الخمسة مع الصبايا، وترضية هالجائزة قيمتها 20,000. الورقة يلي بتحمل الرقم 09803 ربحت 1,000,000 ليرة. الجائزة الأخيرة ضمن الجوائز العادية قيمتها 5,000,000 ليرة لبنانية، وترضية هالجائزة قيمتها 50,000. تفضل. واو، لكل الأربعات. الورقة يلي بتحمل الرقم 14484 ربحت 5,000,000 ليرة. اللحظة الحاسمة واللي كتار ناطرينها، 150,000,000 ليرة لبنانية، لمين راح تروح الليلة؟ طبعا إذا كانت الورقة مباعة من أول سحب. بنشوف سوا على الدواليب الخمسة مع الصبايا. خمسة وسبعين ألف وأربعمية وسبعة وخمسين انقلبوا الأرقام بين الأول والآخر. حلو هالرقم. إذن 7-5-4-5-7. اللي قاطع هالورقة يعرف حاله طبعاً أنه ربح تلقائياً 150,000,000 ليرة لبنانية، إن شاء الله تكون مباعة. الجواب بنعرفه من الأستاذ رضوان غانم مدير اليانصيب الوطني اللبناني. هذه الورقة غير مباعة، بدنا نعيد السحب. يعني الرقم كان حلو. يلا صبايا، مثل ما بتعرفوا مشاهدينا بتنزل قيمة الجائزة للنص، وبتصير قيمتها 75,000,000 ليرة. أربعة وثمانين ألف وستمية وثمانة وعشرين بيبدأ الرقم بـ8 وبينتهي بـ8، الرقم اللي قبله بدي بـ7 وانتهى بـ7. فتنشوف إذا مبيعة الورقة الليلة. طبعاً صرتوا تعرفوا نزلت قيمتها للنص للجائزة، صارت قيمتها 75,000,000 ليرة. أستاذ رضوان غانم عم بشيك على الجداول مثل ما شايفين. كمان هاي الورقة غير مباعة.
يعاد السحب للمرة الثانية لجائزة 75 مليون ليرة. واو شو القصة ليلى، بداية بثمانية ونهاية بثمانية، 83,608 83,608. طبعا إذا مبيعة هالورقة بالأسواق بتربح 75 مليون ليرة، نصف قيمة الجائزة الكبرى الأسبوعية. أيضا هاي الورقة غير مبيعة. يلا صبايا للمرة الثالثة، تفضل. سبعة وعشرين ألف ومئتين وسبعة وخمسين. الرقم يلي عم نشوفه على الدوري بالخمسة، إن شاء الله تكون مبيعة هالورقة بالأسواق. يعاد السحب لجائزة 75 مليون ليرة للمرة الرابعة. هل هي مبيعة؟ كمان هاي الورقة غير مبيعة. يلا سبايا. حتى نقول الله ونشوف إذا مبيعة هالورقة. 81,417. 81,417. أرقام خمسة عم نشوفها على الدواليب. مشكورين صبايا من بيت اليتيم الدرز بعبي، بترافقونا أسبوعيا حتى نبرم الدواليب ونصيب الأرقام. شو يا أستاذ؟ من الأول كنا قلنا الله إذا بدكم مبيعة، هي تشوف بدنا نقول مبروك لحامل الورقة رقم 81,417 يربح 75 مليون. مبروك، ألف مبروك. وتتعرفوا إنه اللي بيتاكل العرب وبكل شيء تفتح بوجهه دائما الطريق، فبعرف إنه كثير منكم كانوا ناطرين يربحوا الليلة ولكن الحظ ما كان من نصيبهم. فتذكروا في سحب جديد ناطركم الأسبوع القادم وجائزة كبرى قيمتها 150 مليون ليرة لبنانية لواحد منكم، فما عليكم غير تكتروا أوراقكم. رح ارجع عيد عليكم سحب الليلة بالإصدار العادي رقم 31 تاريخ 19/8/2021، والبداية رح تكون مع جوائز الغلافات اللي قيمتها 100,000 ليرة. بتروح الجائزة لكل غلاف بينتهي بالرقم، لو سمحتوا تعطوني الأرقام، 533 و986. جائزة 5,000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 1. جائزة 10,000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 43. 20,000 بتروح لكل ورقة بتنتهي بالرقم 861 و844. الأرقام الرابحة لجائزة 30,000 هي 8,719، 2,908 و 8,119. الرقم الرابح لجائزة 40,000 هو 2,851. الأوراق اللي بتنتهي بالرقم 9,176، 1,196 و 0,325 بتربح 50,000 ليرة. جائزة 100,000 مبروك الليلة للأوراق يلي بتنتهي بالرقم 2,251، 2,767 و 4,986. منوصل لجائزة 500,000 مبروك الليلة للأوراق يلي بتحمل الرقم 25,736، 14,238، 15,448 و 21,534. مليون ليرة هي من نصيب كل ورقة بتحمل الرقم 27,612، 11,210 و 70,992. مليوني ليرة مبروكة للورقة اللي بتحمل الرقم 09,803. أما جائزة 5 ملايين مبروكة للورقة يلي بتحمل الرقم 14,484. وال150 مليون ليرة لبنانية من ربحت الليلة من بعد ما أشارت الدواليب الخمسة للرقم
75457. مثل ما بتعرفوا تلقائيا بما أن الورقة غير مباعة بتنزل قيمتها للنص أي لل 75 مليون ليرة. والليلة مبروك للورقة يلي بتحمل الرقم 81417، وترضية ال 75 مليون ليرة بتكون قيمتها 750 ألف ليرة لبنانية. مبروك لكل اللي ربحوا معنا. طبعا بدي اشكر وجودك استاذ رضوان غانم مدير اليناصيب الوطني اللبناني اللي عم بترفقنا كل اسبوع لتشرف على الصحبات. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك، ونحن منبارك بدورنا لكل اللي ربحوا معنا، ومنكرر دعوتنا للاقبال على شراء اوراق اليناصيب لانه الربح حقيقي بهالزمن الصعب، وفرصه الربح حقيقيه مع اليناصيب الوطني اللبناني. مثل ما بنقول دائما كونوا على ثقه انه ما حدا خسران ولو القيمه صغيره، ولكن حلوين بيجوا بوقتهم بهالظروف الصعبه. مشكورين صبايا من بيت اليتيم الدرزي بعبي اللي بترافقونا اسبوعيا على الدواليب. موعد جديد وموعد ثابت ناطركم كل خميس بتمام الساعة 4:30 مباشرة عبر شاشة تلفزيون لبنان. من هلأ تنرجع نلتقي، كتروا وراءكم وتضلوا بخير.